بعدها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. متابعي الصفحة أمام صيدا، مرحبا بكم وراكم فرحين بالتفاعلات. طبقا يعني للتعليمات تاع رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني ومنبر الشباب والرياضة، ارتأينا أننا نمشي في واحد الاستراتيجية واللي هي مساعدة الشباب الرياضيين الذين يعني يديروا الرياضة وما يديروا الفنون القتالية ولكن بطريقة غير منظمة وعشوائية، وخاصة الناس اللي ما عندهم شهادات تثبت الخبرة تاعهم في خاصة في الفنون القتالية. بما أنني يعني مستشار رئيس الاتحادية ومكلف بالنشاطات الرياضية والاستعراضات وكل شيء، قلت نعاونكم، نعاون الشبيبة كاع تاع اللي راهم في الوطن الجزائري اللي راه ما عندهمش يعني شهادات تثبت يعني تفوقهم يعني في تخصص ما في الفنون القتالية. راني نزف لكم هذا الخبر باللي غادي جماعه تواصلوا بنا عبر الصفحه باش نخدموا لكم شهادات تثبت الخبره تاعكم، وهذا يعني حتى ندوروا عمليه انتقاء ونشوفوكم ونشوفوا المستوى تاعكم في الفنون القتاليه، وعليه نقدر نعاونوكم بشهادات فيما يخص الفنون القتاليه وبما انه يعني ممثل يعني للناحيه الغربيه بالفنون الدفاع عن النفس اللي تابع للسونتر تافزي سي احمد دولة المانيا، يعني احنا فاني انتهجنا هذه الطريقة باه نعاونوا الشبيبة خاصة اللي راهم يعانوا من التضييق غادي نعاونوهم ان شاء الله بربي بشهادة تثبت خبرتهم في الفنون القتالية. المهم اللي راه يشوف الفيديو هذا يبارطاجيه مع خوته، خاصة الناس اللي راهم في امس الحاجة لهكذا شهادات باه ربما يكملوا قرايتهم في التخصص في الفنون القتاليه، لا ادري يعني في الامامه ولا في البوكس ولا في السيلف ديفونس ولا رانا هنا باه نعاونوكم. هذا الميساج يعني نمدوا لكامل الشباب الجزائري اللي راه يحس بروحه بلي مضيقين عليه ولا وراه يخدم ترافاي سوفاج ما عندهاش اثبات بلي الانسان هذا يمارس الفنون القتاليه، رانا هنا باه نعاونوك. ما عليك الا تتصل بالصفحه ومن ثم تشوف تلقى عملية التوجيه ونوجهك إن شاء الله وتدي شهادتك إن شاء الله على حسب الكفاءة العملية تاعك. اش تنقول لكم متابعي تاع الصفحة، بارك الله فيكم الله يلقينا ملاقات خير إن شاء الله، وهكذا عاونوا بعضكم البعض باه يكون التفوق للجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه.